على ذكر أسرتك، مراتك وابنك وبنت، أنا دايما كنت ألاحظ بإعجاب إنه مش بس عمر مقل في الظهور، عمر حاطط خط فاصل ما بين عمر ياسين الكاتب والمؤلف والسيناريست وما بين العيلة الأسرة، وخط فاصل حتى وهو ده عمر ابن النجوم. فالناس ما تعرفش شكل ولادك ايه، يعني زي ما بقولك كده الواحد يتفاجئ بانه يا خبر ابيض، يعني محمود ده هو ابن عمر. الخط الفاصل ده الى اي مدى انت بتحافظ عليه وشايفه مهم؟ يعني انا ما بحبش اعمل حاجة ملهاش داعي او ما فيش مبرر ليها. يعني انا مثلا بشتغل مؤلف او ممثل او اي حاجة، ابني يظهر في الميديا ليه؟ بنتي تظهر في الميديا ليه؟ الا اذا في ما يستدعي. جت الأستاذة منى الشاذلي في وقت من الأوقات وحبت تستضيفنا كأسرة، وأنا كنت متردد بس حسيتهم متحمسين كلهم، فرحنا وكانت من أنجح الحلقات في صحيح. في البرنامج ده، وظهرنا بشكل لأول مرة للناس. لكن مش معنى كده أن أنا كل شوية بقى عايز، إلا إذا هم حابين ده حابين تفضلوا. بس لازم أقول أنه ده مش ده مشوار صعب وسخيف. انت عارف مشوار الميديا والاعلام والفن وده كله صعب، صعب طبعا. جدا جدا يعني، وفي سخافات مما لا شك فيه يعني. انا لفت نظري بقى على ذكر الحلقه دي انه قد ايه مشاعرك اهتزت جدا 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 عندما ذكر وفاه حماك. طبعا طبعا، ودي من الحاجات اللي انا ما شفتهاش في ناس كتير. يعني عندما يذكر وفاة حماه فلقيتك وشك اتغير وعينيك دمعت جامد وفعلا اتهزيت. طبعا هو الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه. ما هو اللحظة اللي الواحد فيها دلوقتي دي عمال يفكر ان كل الناس العظيمة دي في حياته، يعني الواحد زمان كان ممكن لما تنتابه حالة حيرة يقول انا هرفع سماعه التليفون على ابويا اساله، هرفع سماعه التليفون على حماي اساله، هرفع سماعه التليفون على خالي الله يرحمه برضو، على جوز خالتي الله يرحمه برضو. الناس الرجاله الكبار كماء الكبار كده تلاقي ما فيش. حماي الله يرحمه يحسن اليه كان راجل محترم للغايه وشديد اللطف والاخلاق العاليه، وتشعر انه من سنك لما يقعد معاك، تشعر انه من سنك لما يقعد مع اللي في سنه، وهو من سنه لما يقعد مع الطفل هو طفل. شخصية استثنائية غير عادية. وانا رحت له وانا عيل عندي 18 سنة بقول له عايز اقرا فاتحة وبتاع، وهو استوعبني واتكلم معايا، وكنا اصدقاء نلعب مع بعض شطرنج ونقعد نتكلم ويحكي لي على حاجات زمان، وكان شخصية راقية جدا. وربى بناته احسن تربية ما شاء الله. وهي طبعا زوجتي اللي هي الاعلامية آيات أباظة، عارفة قيمة حماية الأستاذ حاتم أباظة عندي. والولاد كمان، ولادي كان عندهم علاقة قوية جدا معاه، وكان يأكلهم بإيده ويشربهم بإيده. فهو يعني ترك الحياة ولكن لم يتركها فعلا، يعني هو موجود معانا وحاضر وذكرياته الله يرحمه ويحسن إليه ويرحم الوالد ويرحم كل جميع أمواتنا يعني.